سنة 2021 كانت سنة حافلة بالأحداث الرياضية في الجزائر، إنجازات ونكسات عرفها قطاع الشباب والرياضة، فنجح من نجح وأخفق من أخفق. البداية باللعبة الأكثر شعبية في العالم وفي الجزائر، كرة القدم. ولعل أبرز ما ميز سنة 2021 هو نجاح المنتخب الوطني للمحليين بقيادة المدرب مجيد بوغرة من افتكاك كأس العرب التي احتضنتها قطر بمشاركة 16 منتخبا عربيا. إنجاز هو الأول للماجيك وللمنتخب المحلي وللجزائر في أول منافسة تحت لواء الفيفا. النجاحات تتواصل على الصعيد الفردي، فتوج ياسين إبراهيمي بأحسن لاعب في الدورة، ونال بليلي جائزة ثاني أحسن لاعب، ونال مبولحي لقب أفضل حارس. النجاح لا يزال مستمرا على مستوى المنتخب الوطني الأول الذي واصل سلسلة نتائج الإيجابية ب33 مباراة دون هزيمة، والرقم لا يزال مرشحا للارتفاع خلال كأس أمم إفريقيا القادمة. وعلى نفس الوتيرة تألق المنتخب الوطني للشباب وبلغه الدور النهائي لكأس العرب في مصر التي نال فيها مركز الوصافة. محليا توج فريق شباب بلوزداد بلقب الدوري الجزائري لموسم 2020-2021 للمرة الثانية على التوالي ولثامن مرة في تاريخه. وقاريا فشلت الأندية الجزائرية في فرض نفسها خلال النسختين الأخيرتين من مسابقة دور أبطال أفريقيا، فعجز مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في تجاوز عقبتي الوداد المغربي والترجي التونسي في الربع النهائي أمجد المسابقة القارية، في حين أدرك شبيبة القبائل الدور النهائي لكأس الكونفدرالية في موسم تم خلاله تنحية رئيس الفريق شريف ملال بقرار قضائي. الألعاب الأولمبية بطوكيو كانت واحدة من أبرز التجمعات الرياضية في سنة 2021، حصيلة صفرية بوفد ضم 44 متنافس يمثلون 14 لعبة، اكتفت الجزائر بالمشاركة وفقط. ولعل أفضل النتائج كانت احتلال المركز الخامس في الوتب الثلاثي عن طريق تريكي. وعلى عكس الألعاب الأولمبية تألق أصحاب الهمم في الألعاب البارالمبية التي احتضنتها اليابان في شهر أوت الفارط، حيث حصدوا 12 ميدالية منها 4 ذهبيات، واحتلت الجزائر المركز 29 في جدول الميداليات في الدورة. سنة 2021 عرفت مع نهايتها أحداثا مأساوية بفقدان العديد من الشخصيات الرياضية، فغادرنا الحارس الأسطوري مهدي سرباح ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني محمد سوكان، وآخرهم صوفيان لوكار لاعب مولودية سعيدة، كما غادرنا مالك الحلبات الملاكم لوصيف حماني، وآخرهم مناصر شباب بلوزداد حسين يماها.